أتينا للمباركة للشعب العراقي الشقيق هذا الإنجاز السياسي، ونتمنى لهم كل التوفيق، ونمد أيدينا إلى أشقائنا في العراق للتعاون وفتح مرحلة جديدة للتعاون بين دولة قطر وجمهورية العراق. ونقلنا لهم رغبة قيادة دولة قطر ممثلة في صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد لتعزيز هذا التعاون بيننا، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما كان يرافقنا في هذا الوفد عدد من المسؤولين القطريين الممثلين للقطاع الاقتصادي والاستثماري والقطاع التنموي.